فاضل، على بركة من الله سبحانه وتعالى، طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. شوط ما قبل الختام يجمع هذه الذلل الأصايل، يجمع الشعارات المتميزة الرائعة والجميلة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ها نحن وإياكم قد وصلنا إلى الشوط 17، والمخصص للحيل والمسافة هي 8 كيلومترات. بداية وإياكم نذهب إلى الصدارة وإلى الظهير الأيمن لكي نتابع الجابرية مسري بن سالم بن عبيد بالعرض الحميري على الصدارة، يستفتح لنا النداء الأول. نتابع النقلة إلى ثاني المراكز، حيث التواصل من قبل تنويه محمد بن سعيد بن سفران الحاضر والمتواجد الذي غير إلى الصدارة وانطلق إلى البداية الأولى. نتابع النقلة إلى ثالث المراكز، هنالك عسيل الحاضرة التي تتواجد بشعار خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي، هو القادم على المستوى الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز، هنالك وضحة هي القادمة، العثة بن خزع بالعثة العامري يتواجد على ثالث أو على المستوى الرابع، هذا هو شعار بالعثة يتواجد على رابع المراكز. نتابع النقلة إلى خامس المراكز، هنالك الحضور من قبل غبة هي القادمة، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يقدم لنا غبة على المستوى الخامس، هذا هو ممثل معيبر الدائم يتواصل للبحث عن الانتصار. نعم، هذه الخمسة المراكز الأولى الأهم والأبرز في هذا الموقع، ولكن البداية مع شعار بن سفران المنطلق والمقدم لنا انطلاقة المركز الأول، انطلاقة الصدارة، والبداية مع تنويه محمد بن سعيد بن محمد بن سفران المري من يتواجد بهذه الانطلاقة. نتابع النقلة والدور إلى ثاني المراكز، هنالك الجابرية الواصلة والحاضرة مسري بن سالم بن عبيد بالعرط الحميري المتقدم على ثاني المراكز، يصل ويتواجد مع الجابرية. نتابع وإياكم النقلة إلى ثالث المراكز، حيث القدوم من قبل وضح العثة بالخزع بالعثة العامري، يصل ويتواجد نحو المركز الثالث. نتابع النقلة إلى رابع المراكز، هنالك القادم عسيلة، وصلت الآن عسيلة وتقدمت بشعار خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي الحاضر على المستوى الرابع، يتقدم ويقدم لنا عسيلة بهذا المركز على المركز الرابع. النحو الخامس، وهنالك القدوم من هنالك حمد بن غانم بن سلطان الهديفي من يقدم لنا هذه الانطلاقة، انطلاقة غبة على المستوى الخامس، تصل وتحضر بهذه النتيجة وتتواجد في هذا المركز. نعم، كما نذكر الجميع بأن جائزة نقدية للفائزة بالمركز الأول في هذه الانطلاقة، انطلاقة الفترة الصباحية، تواصل سن الكبار، المتعة والإثارة حاضرة خصيصا اليوم مع الأجواء المغيمة، الأجواء الممطرة، أجواء ولا أروع خيالية، ولكن خاصة إذا كان مع الناموس، خاصة إذا كان مع الزعفران بن سفران على الصدارة وعلى البداية، يقدم لنا هذه الانطلاقة مع تنويه على الصدارة، تنويه وعلى البداية محمد بن سعيد بن محمد بن علي بن سفران الحاضر، والذي يتواجد من خلال انطلاقة تنويه تقود لنا هذه المسيرة، هنالك تتحكم بأمور ومصادر هذه الانطلاقة. نتابع النقلة والدور إلى ثاني المراكز، هنالك القادمة الجابرية هي الحاضرة على المستوى الثاني بشعار مسري بن سالم بالعبيد بالعرضي الحاضر
الحميري الذي يتواجد على المستوى الثاني وثالث المراكز، هنالك القادمة وضحى الواصلة العثة بالخزع بالعثة، العامري يتواجد على المستوى الثالث. نتابع وياكم هنالك النقلة إلى رابع المراكز، حيث يتواجد في هذه اللحظات خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي، من يقدم لنا عشيلة على المستوى الرابع. نقلتنا إلى خامس المراكز، حيث التقدم من قبل غبة هي القادمة، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على المستوى الخامس. نتابع وياكم تسلل هنالك من قبل محبة الواصلة على خامس المراكز، علي بن حميد الرزي الشامسي وصل على خامس المراكز، يتقدم شعار الشامسي ويقدم لنا محبة على المستوى الخامس. ناظروا ما خلف الخمس، تابعوا ما خلف الخمس، هنالك شعارات وهنالك أسماء وهنالك كوكبة ونجومية من هؤلاء الأبطال يتقدمون مع رقص الحيل، مع الانطلاقة الكبيرة التي تتواجد من خلال هذه الانطلاقات والاندفاعات. ولكن نعود إلى المثلث الذهبي، نعود إلى الثلاثية الرائعة بقيادة بن سفران على الصدارة، الجبرية ثانيا، ثالثا وضحى على المستوى الثالث، ولكن تنويه على الصدارة وعلى البداية. هنالك على الانطلاق الأول تتقدم وتتمكن للحصول على المركز الأول بانطلاقة محمد بن سعيد بن محمد بن علي بن سفران المري، من يتواجد على الصدارة على البداية الأولى، يتمتع لا شعوريا بانطلاقة المركز الأول. هنالك على الصدارة تنويه وعلى البداية بانطلاقة شعار بن سفران، الشعار الذي بانطلاقة هذه النوعيات الرائعة، يتمكن من خلال هذا الإبداع الجميل والرائع. ولكن الجابرية ثانيا تحضر وتتواجد بشعار سري بن سالم بن عبيد بالعرض الحميري، أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضرين متواجدين على المركز الثاني والثالث. بالخزع هنالك قادم على ثالث المراكز، وبالعرض يحضر على المستوى الثاني. ولكن الشعارات اقتربت الآن، الأسماء وصلت الآن، لا محالة قادمة من الخلف. نتابع وإياكم هنالك غبة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الذي يتواجد على المستوى الرابع. نتابع النقل إلى خامس المراكز، زهرة هي الواصلة، سلطان بن علي بن تريم الاكتبي يتقدم ويقدم لنا زهرة. هنالك على رابع المراكز، نتابع النقلة إلى خامس المراكز، حيث التواجد من قبل غبة الحاضرة والمتواجدة بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الذي يتقدم على خامس المراكز، بالرزي الشامسي سادسا، هنالك بن قريع وبن عويضان وبن رشيد وبن ذويب، والأسماء القادمة، الأسماء التي تصل لا محالة نحو المراكز المتقدمة. ولكن وين يا بن سفران، وين ذهب بن سفران نحو الانطلاق المتميز الى بر الامان؟ حتشف لبن سفران يا اخوان، هنالك على الصدارة تنويه وعلى البداية، محمد بن سعيد بن محمد بن علي بن سفران المري ينطلق على الصدارة، ينطلق هنالك على البداية الأولى بدون أوامر بدون تعليمات، تذكر على الأسفل
الإطلاق. هذا هو الآن عطاه الأوامر، بدأ بالتعليمات مع دخولنا لثوران الأعصاب. والكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير بالخزع واصل على المستوى الثاني، يأتي الآن على ثاني المراكز، يتقدم على ثاني المراكز. نتابع وإياكم ثالثا شعار بالعرض الحميري، ولكن بن سفران على الصدارة، بن سفران على البداية، على الانطلاق الأول ينطلق مع تنويه، تنويه على الصدارة، تنويه وتنويه للجميع. هذا هو شعار بن سفران الذي يقدم لنا هذه البطلة الرائعة والمتميزة. بالخزع قادم يا بن سفران، روح 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 مع الانتصار الجميل، مع الابداع الرائع في هذه الاجواء الخيالية. وهذا هو بن سفران، قامت الشوط راس وانهت الشوط راس، تنويه وكانت متمكنة من هذا الابداع المتميز. نعم بكل جدارة هي البطلة المستحقة للمركز الاول وللانطلاقة الرائعة. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك تنويه بشعار محمد بن سعيد بن محمد بن علي بن سفران. ثاني المراكز حضرت وتواجدت هنالك وضح العثة بالخزع بالعثة العامري، بينما ثالث المراكز زهرة سلطان بن علي متريم الاكتبي، ورابع المراكز كان الوصول من قبل الصلفة حمد بن علي بن محمد المالكي الجهني، وخامس المراكز كان الحضور من قبل غبة حمد بن غانم بن سلطان الهديبي. مشكور يا أبو عوض من وافانا بهذه الأرقام والخمسة المراكز الأولى. العودة وإياكم إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 45 ثانية 83 جزء من الثانية، توقيت الحاصل على المركز الأول، وكانت بشعار بن سفران الذي تواجد من خلال انطلاقة تنوي. ثاني المراكز كان التواجد من قبل صاحبة المركز الثاني وضح العثة بالخزع بالعثة العامري 12 دقيقة 50 ثانية جزءا يتيما من الثانية. ثالث المراكز كان الحضور من زهرة سلطان بن علي بن تريم الاكتبي 12 دقيقة 50 ثانية 23 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الثالث.